لخبرك شو قال لي رئيس الاتحاد. قال لي تيك فهد الخطيب اسايد اند كابل اوف بلايرز ذات وي نو اباوت. قال لي وي جيف ان اكزامبل اوف ذا لبنانيز باسكتبول ان اور ميتينجز. قلت له واو انا انبسطت. قال لي نو باد اكزامبل. ها باد اكزامبل بالكوربشن. بالكوربشن يعني بيعطوا الباسكت اللي ايه انه ليكوا قد ايه فاسدين حتى بال هذا رئيس السيء بالفساد. لا مش الفساد لانه نحن ما بنطبق شيء لقوانين الاتحاد الدولي، نحن بعدنا ماشيين بقوانين شو بدي اقول لك؟ يعني هولي كلهم لازم شو بتقول للاتحاد؟ اذا بدك توجه اليوم للاتحاد شو بتقول لهم؟ انا بدي اقول لهم هن مؤتمنين هن بايدهم كنز 25 سنه و30 سنه نحن عم نصارع له، ما ينزت هيك، ما ينكب اللعيب وما ينكب المدرب وما تنكب الاتشيفمنتس، يكون التارجت تبعنا منتخب لبنان، ما توقف البطوله. منتخب لبنان فايت على استحقاق بعد 14 يوم او 15 يوم، هلا ب 24 سوري 24 27 عندنا جيمز، لعيبه صار اربع اشهر مش لعبانه، ما ينكبوا هول لما نوصل لمحل. نحن التارجت تبعنا اولمبيكس تارجت، وفينا نوصل واذا في طريقه واذا في خطه عمل مضبوطه اللي هي مفقوده بكل الحمد لله بالوزارات وبالحكومه وبالكل شيء بلبنان، اذا في خطه عمل لانهاض او لدعم هول الاشخاص اللي بتقدر توصلك عالميا بالاولمبيكس وبطولات العالم يندعموا ما ينكبوا. مش المهم الصفقات، قالوا فلان دعم لي بلديه هيدي بالرياضه بتطلع من ميزانيه بتروح على الدعم اللي بدنا اياها. يعني عرفت هولي لا لازم ينعملوا هول الافراد اللي عم تقدر هيك بيتوزعوا المصريات ما حدا يروحوا للمنتخب. ما انت بتعرف الصفقات والمناقصات ماشي بلبنان مثل ما بتشرب مي، سكه الحديد وفلان وفلان، مدينه رياضيه المينتنس تبعها فوت على المدينه الرياضيه، نزال تفرج عليها صفر المدينه الرياضيه، نزال تفرج عليها وبيقبضوا عليها مينتنس بينها وبين جبل على الكارانتينا بيناتهم، بتعمل كومباريزن شيء بسيط. هلا ما بتتخيل اذا بتشتت الدنيا بتفوت على ملعب المدينه الرياضيه بقلب الملعب الباسكتبول 90 سطل مي محطوط بالارض مشان لما تنقط المي وينزل على الباركيه عم بيندفع مليون دولار مينتننس عليها بالسنه. خي وين عم بيروحوا؟ نزل على الحمام، نزل على التواليتات تفرج. وبيقولوا العالم نحن نشتغل لمصلحه الرياضه وعندنا ناس بتشتغل، وين؟ في هالمدينه الرياضيه ليه مكبوبه هنيك؟ عندنا وزاره ليه مكبوبه هنيك؟ ليه ما بدها تكون بكور البلد؟ بالكور محل انا وانت واولادك وكلنا ننزل نستفيد منها. العالم تنزل على الاي يو بي لتبرم بالاي يو بي وتتمرن بالاي يو بي وتركض، مثلا عم بعطيك مثل ببيروت بينزلوا بيركضوا بالاي يو بي، ليه ما بدها تكون هيدي بمحل مزلوب. كل اللبنانيين ينزل عليها يستفيدوا منها، خي يدفعوا اشتراكات ماينر بس تقدر هيدي الحكومه تستفيد من هول الاشتراكات لها لتغذي اللعيبه لتغذي الافراد الانديفيدجوال اثليتس. وينهم؟